روايات كثيرة عن شجاعة وبطولة أهالي بورسعيد، ويكاد يكون لكل بورسعيدي بطولة خاصة به وهو يدافع عن أرضه وكرامته. ويكفي كمثال حكاية البطل محمد مهران الذي خطفته القوات المعتدية وعذبته جسديا ومعنويا بطريقة لا يتحملها بشر، فقد تجرد أحد الأطباء من الإنسانية وقام بفقع عينه، وسأله البطل باسم الإنسانية لمهنته أن يترك له العين الأخرى، فرفض وقام بفقع العين الثانية عقابا له على عدم تعاونه. ولولا قيام كمال الدين رفعت باختطافه من سجنه لكان قد لقى نحبه وعاد إلى مصر كفيفا ولكن بطلا. كرمه جمال عبد الناصر وكرمته مصر مع أقرانه الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل تراب الوطن. البطل المصري البورسعيدي محمد مهران، كيف بدأت المقاومة والأعمال الفدائية ضد المحتل الإنجليزي؟ في سنة 1951 و1952 كنا بنتجمع في شارع محمد علي في بورسعيد. كانوا رجال بورسعيد بيعطونا إحنا الأطفال من سن 12 ل15 سنة كور من القماش مبللة بالوقود، وكنا بنتسلل خلف السكة الحديد وندخل معسكر جولف كامب الإنجليزي من الخلف ونشعل الحرائق وننصرف بسرعة. كانوا وفتح علينا النار، كان في أحيانا بيكون في صفوفنا شهداء ومصابين، وبعد كل غارة كنا بنطلع نجري شارع محمد علي. كان بيتجمع مئات المصريين في شارع محمد علي على الجانب الغربي من الشارع، والإنجليز كانوا بيطلعوا من معسكر جولف كامب بدباباتهم ومدافعهم وينتشروا في شارع محمد علي، نفس الشارع اللي احنا فيه على الجانب الشرقي. كانوا بيضربونا بأعتى الأسلحة، كنا لا نملك سوى الحجارة والزجاجات الفارغة والكور المشتعلة، وكنا نطارد جنود بريطانيا في كل مكان. حرمناهم يمشوا في الشوارع، بعد كده بقوا يمشوا فلتات وربطين السلاح بتاعهم بسلاسل في وسطهم. كنا بنطلع بأصفات وخناجر وبنطلع مجموعات، ثلاثة يكتفوا الثلاثة من الخلف وثلاثة يتعنوا بالخناجر واثنين أو ثلاثة يقطموا السلاسل بأصفات
ونجري كل واحد ياخد اتجاه ونسلم الاسلحه في المعسكر ونعمل تقرير. نتيجه العمليات الفدائيه القويه والعوام الاخرى تمت اتفاقيه مصريه بريطانيه في 19 اكتوبر 1954 سميت باتفاقيه الجلاء. ولما صدر قرار تاميم القناه انا وكل المحيطين بيا وكل الدنيا طبعا انا بقول لسعادتك وانا واقف كده كل الشارع كله والبيوت كلها بقت زغرت الستات والرجاله والولاد بقوا يكبروا الله اكبر تحيا مصر عيش جمال عبد الناصر رجع لنا حقنا رجع لنا القناه بقت مصر حره فعلا كل التراب المصري وكل المياه المصريه بقت حره وفرحنا جدا. كان الكلام ده مساء الخميس 26 يوليا. في صباح الجمعة 27 يوليا سنة 56 أنا واقف أنا واثنين يعتبروا إخواتي من شارعنا واقفين تحت بيتنا وبنتكلم الصبح كده تقريبا الساعة 10:30 11 صباحا وطبعا بنستنى إيه أذان الجمعة ولقيت في واحد من صف ضباط المعلمين بتوع المعسكر جاي كده وماسك شنطة جلد في ايده وجاي عليا وبيبتسم. بصيت له الله يرحمه اسمه سعيد الشناوي وقام جاي عليا قلت له صباح الخير قال لي صباح الخير وط عليا في ودني وهو جاي عليا كان بيفتح الشنطة وبص كده وطلع ايه جواب ولما جاي عندي صباح الخير صباح الخير وط عليا في ودني قال لي اقرأ ده واعتمد على الله على طول. وسابني سلم عليه وسابني مشى. فتحت الظرف كان في ايه الظرف؟ استدعى لقيت استدعى ده كان يوم يوم 27 يوليو ثاني يوم يعني التأميم كان الخميس 26 يوليو بالليل الكلام ده الجمعة 27 يوليو قبل الظهر لقيت استدعى. أنا واقف معايا اثنين من أصدقائي من ولاد شارعنا ما يعني وأنا واقف تحت بيتنا على طول ما جاليش فكرة إن أنا أنده على بيتنا أقول لهم حاجة ولا أقول حتى للي واقفين معايا. ببص لقيت نفسي طبقت الجواب حطيته في جيبه وطلعت أجري على المعسكر. في نفس اليوم ده شكلت الكتيبة الأولى لفدائية حرس وطني بورسعيد. كان لي عظيم الشرف أن أكون قائد للسرية الثانية من الكتيبة الأولى لأن كنت من ضباط القادة المتطوعين كنت أخذ فرقة قادة متطوعين في أنشاص ضمن الفرق اللي خدتها كانت بتؤهلني لقيادة سرية وكنت فعلا كلفت بقيادة سين 2 من كاف 1 فدائية حرس وطني بورسعيد. كلفت أنا وسريتي بالدفاع عن مطار بورسعيد ومنطقة الجميل. هل القيادة السياسية والرئيس عبد الناصر توقعوا أن يكون رد الفعل الفرنسي والإنجليزي هو إعلان الحرب على مصر؟ والله إحنا يعني أنتوا لما استدعوكوا عشان خاطر تستعدوا لإيه؟ بنستعد لأي احتمال عشان نكون مطمئنين لأي احتمال وفعلا لأي احتمال مش أكتر من كده يعني بالنسبة لنا احنا كنا عارفين ان اي احتمال ندافع عن بلدنا انما حاجة معينة او مؤامرة ثلاثية او كده بالامانة يعني ما كانش في بالي يمكن انا ومعظم الناس. في يوم 29 اكتوبر 1956 فوجئنا ببداية المؤامرة الثلاثية البريطانية الفرنسية البريطانية الفرنسية الإسرائيلية ضد مصر بهجوم إسرائيلي على سيناء أعقبه إنذار بريطاني فرنسي مرفوض من قبل مصر. عقب رفض الإنذار بدأت القوات الأنجلو فرنسية بالإغارة على بورسعيد يوميا وقاموا بإحراق أحياء كاملة لبث الذعر وإحباط معنويات شعب بورسعيد الذي تحول إلى سد منيع أمام العدوان.